موجودة، لكن ما زال التحديات والتهديدات. جزء من الدانة اصطدم بالبلكونة الخاصة بشقتي التي كنت أسكن فيها. اعترضوني وتهجموا وحتى بدأوا في الاعتداء علي وحذفوا من الذاكرة كل ما صورته. والله نحن لما الحرب بدأ كنت في الفاسر في بيتنا منذ اليوم الأول. الاشتباك الأول بدأت يعني الساعة 11 لحد نهاية اليوم. يهو بقت في سلاح كده بيجيبوا الطائرة على الاتجاه الشرقي وفي مناطقنا، لأنه كان في واحد من مراكز أو واحدة من قطاعات أو مكاتب الدعم السريع في حلتنا ذاته. كنت مصر إنه أواصل التغطية من داخل الخرطوم ومعتقد إن حقدر على ذلك، لكن للأسف الشديد ساءت الأحوال بصورة سيئة جدا، الأحوال المعيشية أعني. في كانت مشاكل في الحصول على الغذاء، في الحصول على المياه، انقطاع الكهرباء، مشاكل في التطبيقات البنكية. فقررت بعدها الذهاب لولاية الجزيرة. كانت الأمور ماشية جيدة، نغطي من هناك حتى قطعت الاتصالات في فبراير الماضي. لم أستطع البقاء هناك، لهذا السبب غادرت إلى مدينة شندي حيث واصلت التغطية من هناك لمدة شهرين، ومن ثم انتقلت إلى مدينة أم درمان. تجربة تغطية الحرب الحالية تختلف عن تجارب السابقة في تغطية مناطق النزاع في السودان. الاختلاف أنك في المرات السابقة عندما تكون تريد أن تذهب إلى منطقة خطرة أنت تحضر نفسك وتستعد وتذهب إلى المنطقة الخطرة، لكن هذه المرة الاشتباك والنزاع جاء إلينا في أماكن سكننا وجاء إلينا في أماكن عملنا وكان مباشرة أمام منازلنا، لذلك لم يتح لنا فرصة في الاستعداد للتعامل مع الأوضاع الخطرة. كنت شغالة خلال الفترة الأولى لحد شهر 6، بعديه يهو كان في تذبذب في شبكات الاتصال، الانترنت اوريدي لانه اتجاه بيتنا كله كان في تشويش اتجاه الاتجاه ده بالتحديد. وصلت لحد شهر 6، لكن كان جاء امر بتاع انه ننهي الكونتراك او العقودات بتاع الشغل لهين فتره بتاعت نقاهه او فتره بتاعت انه الناس تقدر تتاقلم انه تشتغل كيف او تخوض خطه أمنية أو خطة واضحة إنها تقدر تشتغل كيف. لكن أنا ما قدرت تاني أواصل لأنه كان ظروفنا ساءت، تليفوني برضو شالوه مني في واحدة من الارتكازات في الوقت ده. يعني أنا لو دار أشتغل مادة برضو إلا أضطر أجي أركب أمشي السوق الكبير، أجي أمشي أفتش محل الشبكة، ما قدرت أواصل. الضغوط النفسية أيضا هي واحدة من المشاكل، كانت في ضغوط كبيرة نفسية على الصحفيين. أحيانا يكون تفكيرك منصب على مصير أسرتك التي تركتها في الجزيرة أو أبنائك خارج السودان أكثر من اهتمامك بالقصص الإخبارية. الصحفيين السودانيين في كثير من الأحيان لا يلتزموا بمعايير السلامة المهنية، وعدم التزام بمعايير السلامة المهنية يعود إلى أن أكثرهم لم يتلقوا تدريبا خاص بالسلامة المهنية والجسدية أثناء تغطية النزاع، والأغلبهم يذهبوا إلى المناطق الخطرة دون أن يرتدوا الألبسة الواقية التي يجب ارتدائها في المناطق المحددة. في يوم 2/6 جات مسيرة يعني، وكان ضربت أختي ومع أولاد جيران واستشهدت يعني. برضو عندي زميلي وصديقي شديد في المهنة صحفي مبارك كبسين، هو واحد من الناس الموجودين ما زال يعني صندت إنه قاعد يجوع فاشر وما طلع كده، وضربته مسيرة يعني في الفاشر في نفس الشارع الثاني اللي حينا. طرفي النزاع لم يلتزموا بالقانون الدولي الخاص بحماية الصحفيين كمدنيين الذي ينص عليه القانون الدولي، مما جعل كثير من الصحفيين يتعرضون للأخطار. ونحن فقدنا 13 صحفي وصحفية، إضافة لأنه في 28 صحفي وصحفية أصيبوا إصابات مباشرة بالرصاص، مما يجعل أن هذه التغطية خطرة جدا وفي لديها مشكلات. الصحفيين السودانيين للأسف لا يحظوا بأي حماية في كل مناطق النزاع. هنالك اجتهادات من مثلا من طرف الجيش في مدينة أم درمان
خصص بعض الطرق، استحدث طرق لحماية الصحفيين، لكن على العموم في مناطق النزاع كلها لا يوجد ضمانات. هذه من خلال تجارب كل الصحفيين، إنه في أي لحظة أنت عرضة للاحتقال، عرضة للاتهام، عرضة للخطر باستمرار. نزحنا وجينا أو لجأنا للأصح وجينا يوغندا وقعدنا في الصدمة بتاع الموت والصدمة بتاع الناس اللي فقدناهم وكده. ما رجحت تاني للموقع لأنه برضو في التزام النزول المراسل أو يكون قاعد جوا المناطق بتاعته من الولاية اللي انت قاعد فيها يعني بالداخل. بفضل الزملاء والزميلات ما قصروا معنا وجينا لقينا كم موقع كده تعاوننا معه وسي ماشي الحال الحمد لله، لكن ده ما شغل بيأكل وبيمسك أسرة. دور الصحفيين السودانيين خلال الحرب هو كان تمرحل. في البداية كانت التغطية الإعلامية والصحفية ضعيفة جدا في الفترة الأولى نسبة لظروف عديدة من ضمنها تشردهم وفقدانهم لمنازلهم وممتلكاتهم وحتى أدواتهم أو أدوات عملهم، لكن سرعان ما استدركوا ذلك وأصبحوا موجودين في كل المناطق النزاع، وإلى حد ما قدموا تغطية جيدة. الإنجاز الأكبر حققه صحفيون سودانيين يعملون في محطات خارجية أو لوسائل إعلام خارجية، هذا أيضا يحسب للصحفيين السودانيين. وهنالك أيضا اجتهادات من الصحفيين في وسائل الإعلام الداخلية لكنها لا تقارن بوسائل الإعلام الخارجية. كونك أنت هويتك صحفي تفح حد ذاته جريمة، الليلة تكتب بوست في الفيسبوك ساي بيتم تصنيفك إما إنك تتابع لواحد من طرفين الصراع أو إنه بيلزموك أو مثلا أنت بتحس إنك مرغم إنك مثلا لازم تدافع لزول أو لجهة لطرف معين. من أخطر المواقف التي تعرضت إليها في مدينة بحري حيث كنت أسكن وكنت أخرج لتغطية ما يحدث في أحد الأيام. عندما خرجت لاستكشاف ما يدور في الشارع كانت الأوضاع هادئة، فجأة وجدت نفسي وسط اشتباك كبير جدا وشهدت أمام عيني البعض أصيب وشهدت رجل قتل ليس بيني وبينه أكثر من 20 متر. ده من أكثر الأوضاع الخطرة. ده غير التحديات أخرى واجهتني بصورة شخصية. معلوم إنه الحرب أفقدت المؤسسات الصحية كل فعاليتها خلال هذه الفترة، عانيت من بعض المشكلات الصحية ولم أجد العلاج في ولاية الجزيرة مرة ومرة في ولايات أخرى. بالنا مشغول على الناس الورانة وعلى السودان الكبير اللي انهار ومشين يعني، وبسينا إننا الزول يواصل ويكافح ويتهي ويقوم أقلاه ويكون يقدم حاجة بسيطة عشان نكمل بعض بس ما أكثر.